ينضم إلينا عبر الهاتف مباشرة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية. برحب بحضرتك دكتور عوض. أهلا بك يا فندم، أهلا بسيادتك. دكتور عوض، فعالية كبيرة على الأراضي المصرية في ظل جائحة كورونا التي ما زالت بتضرب العالم، يعني في البداية كيف ترى هذا التنظيم الهائل والإجراءات الاحترازية المتبعة في الداخل المصري؟ والله يا فندم أنا سعيد بهذا، وأنا مؤمن تماما أن مصر قادرة على أنها تنظم مثل هذه الفعاليات الكبيرة، ومؤمن كمان بقدرة الشباب المصري ومصر كلها أنها تحقق إنجازات كبيرة جدا في كل المجالات. وهذا التنظيم الرائع والحضور المكثف ومن كل دول العالم والموضوعات الهامة جدا التي تطرح، والسيادة الرئيس الحقيقة لخص هذا الموضوع عندما وهو بيتحدث سيادته، لما قال ان رغم هذه الجائحة او رغم المشاكل اللي حصلت في العالم في جميع النواحي، فمصر استطاعت يعني تقلل او تحد بشدة من التداعيات الناتجة عن هذه الجائحة، وان مصر لم تتوقف في لحظة لا في يعني في طبعا قطاعات اتأثرت زي ما قال سيادة الرئيس، السياحة والطيران، لكن بصفة عامة مصر استطاعت في هذه الفترة أن تنجز مشروعات قومية كبيرة جدا. مصر استطاعت أن عجلة الإنتاج لم تتوقف، ومصر استطاعت أن تتعامل مع هذه الأزمة باحترافية شديدة جدا وتحقق نتائج الحقيقة رائعة بكل معنى هذه الكلمة في التعامل مع هذه الأزمة. نعم دكتور محمد، يعني مصر أطلقت الحملة الوطنية لتلقي التطعيمات واللقاحات المختلفة، إذن كيف تعاملت المنظومة الصحية حتى اللحظة مع جائحة كورونا ومتحوراتها التي ما زالت بتضرب العالم أجمع، وما هي النتيجة التي وصلنا إليها؟ حضرتك التعامل مع هذه الأزمة بدأ يعني من أول لحظة أعلن فيها في العالم أن في وباء سوف يحدث من قبل ما يحدث الوباء، عندما يعني اخترنا أو عرفنا طبيا وعلميا أن في وباء أو في ميكروب جديد أو في فيروس جديد طلع في مدينة ووهان الصينية، في هذه اللحظة بدأ الاستعداد المصري لهذا. والاستعداد هنا ما كانش، كان استعداد مؤسسي، يعني سيادة الرئيس شخصيا والحكومة وكل القطاعات الطبية استنفرت للاستعداد لاحتمالية أن يحدث وباء. وتجاربنا السابقة مع بعض الفيروسات التي انتشرت في سنوات سابقة 2004 و2014 وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير وكل هذا، ووجود مؤسسات مصرية تستطيع أن تتعامل مع هذه الأزمة، والأهم من هذه المؤسسات هو وجود القوى البشرية المدربة القادرة. نعم. احنا النهاردة شفنا تعامل القطاع الصحي في هذا وإنجازاته، ودينا النهاردة بنشوف هذا التنظيم الرائع لهذا المؤتمر العالمي بهذا الحجم، كل ده يؤكد قدرة مصر، قدرة الدولة المصرية بكل قياداتها وكل شعبها وكل مؤسساتها أن تتعامل مع هذه الأزمات. نتج عن هذا الحمد لله استطعنا، طبعا في حالات موجودة وفي وباء موجود وفي رصد للحالات وفي حاجة للمستشفيات وحاجة لأجهزة التنفس الصناعي وحاجة للأدوية والمستلزمات، الحمد لله حضرتك لم تحدث في أي لحظة من اللحظات خصوصا بعد ما عدينا المرحلة الأولى أي اختناقات أو أي صعوبات في التعامل مع هذه الأزمة. لحد هذه اللحظة التي نتحدث فيها مع سيادتك هناك سيطرة كاملة على الموقف، رصد للحالات، ما زلنا نتبع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أكدنا عليها، يعني عندما بدأ العالم في الانفتاح بعد حملة التطعيمات الدولية مصر لم تتوقف عن الإجراءات الاحترازية والوقائية. نعم. استطعنا أن نوفر لقاحات من جميع أنحاء العالم، كل أنواع اللقاحات موجودة في مصر. طبعا سيادتك تابعتي الموقف وشفتي لحد هذه اللحظة منظمة الصحة العالمية، الأمم المتحدة، الحضور في هذا المؤتمر بيتكلموا عن أزمة اللقاحات العالمية وأنه لم تتوفر اللقاحات اللازمة لكل دول العالم، فتعاملنا مع هذه الأزمة بدعم سياسي كبير جدا من السيد الرئيس
استطاعت مصر أن توفر كل هذه اللقاحات. نعم. إذن وما زالت المنظومة مستمرة. المنظومات الصحية حول العالم وضعت تحت اختبار صعب بهذه الجائحة. طبعا يا فندم. طبعا، لأنك أنت فجأة عدد المتوقع من الحالات المرضية، بالطبع خلي بالك سيادتك، بالإضافة للحالات المرضية العادية والحوادث والطوارئ والولادات وكل ده ماشي على التوازي مع حالات الكورونا. لما بتزداد الحالات حتى لو منها نسبة بسيطة من الحالات، نسبة مئوية بسيطة، لكن طبعا العدد الكبير بينتج عنه عدد كبير. يعني إذا كنا محتاجين مثلا 5% يتحطوا على أجهزة التنفس الصناعي، بدون شك 5% من 1000 غير 5% من 10,000 غير 5% من مليون. وده وضع الأنظمة الطبية العالمية اللي هي ماشية على يعني طريقة معينة أو توقع حالات معينة، فجأة التوقع زاد عن حده بكثير، فحصل اختناقات في هذه الفترة. نعم. الحمد لله احنا قدرنا نتعامل مع هذا ونوفر الأسرة اللازمة، وعملنا مستشفيات ميدانية، كل ده ساعد وساهم كثيرا في احتواء الأزمة حضرتك. نعم. ماذا عن المتحورات الآن والموقف المصري وما يجب أن يتخذ من كافة دول العالم في ظل هذه المتحورات لفيروس كورونا؟ حضرتك المتحولات موجودة، وسيادتك المتحولات متوقعة جدا في الفيروسات، وهيجينا متحولات جديدة أخرى، وبدأ فعلا يتكلموا على متحولات جديدة، وهذا أسلوب من صفات الفيروسات أنها يحدث لها تحور أو عايزة تعيش، وبتقدر تهرب من القوة المناعية بتاعت الإنسان. فسيادتك كل شهر نسمع متحولات جديدة، والمتحولات المرصودة أقل بكتير قوي من المتحولات الحقيقية اللي موجودة. إنما إحنا يهمنا حضرتك سيادتك اللي في هذه المتحولات أربع نقاط. النقطة الأولى حجم الإصابات. طبعا معروف إن المتحور الجديد أوميكرون نسبة إصاباته عالية جدا، يعني إفكتشوس قوي. يعني إذا كان المتحولات العادية أو الفيروس العادي نسبة العدوى 2 أو 3 أو 4، ده ممكن في بعض الحالات وصل 14. ثانيا طبعا معذرة انتشار كثير، لكن مدى الخطورة؟ ما هي دي النقطة الثانية بقى. نعم. النقطة الثانية مدى تأثيره على الحالة الإكلينيكية. نعم. يعني هم أربع نقاط، الأولى الانتشار، الثانية تأثيره إكلينيكيا. الملاحظ هنا أن تأثيره الإكلينيكيا أقل حدة من المتحورات الأخرى، ونسب الإصابة بالتهابات الرئوية اللي هي بتنزل الجهاز التنفسي. نعم. لأسفل أقل، والأعراض غالبا، وهي دي برضو موجودة من ضمن مظاهر الأنواع الأخرى، تشابه كثيرا الإنفلونزا. النقطة الثالثة بقى حضرتك استجابة هذه المتحورات للعلاجات. نعم. وبرضو بيستجيب للعلاجات. النقطة الرابعة مدى تأثير هذه المتحورات على التطعيمات. لحد هذه اللحظة ما زالت التطعيمات أو اللقاحات إيجابية ومؤثرة، بتستجيب لكل المتحورات. نعم. متى يخرج العالم بعقار كما خرج بلقاحات، عقار معالج لكورونا بشكل فعال؟ هل من الممكن الوصول إليه، وفي مدى زمني من الممكن قريب أن يكون قريب أو متوسط، حتى في ظل جائحة ضربت العالم على مدار عامين ماضيين؟ الحقيقة حضرتك يا أستاذة، ظهر دلوقتي بعض العقاقير اللي بتؤثر على الفيروس، تشتغل عليه مباشرة، اللي هي يعني ما تبقاش ثانوية، هي مؤثرة مباشرة في يعني ثلاث أو أدوية، بعضها اعتمد من هيئة الأدوية الأمريكية، وبعضها من هيئة الأدوية الأوروبية، وبعضها الأهم من هذا اللي عايز أبلغ سيادتك بيه، ودي نقطة إيجابية، خدنا تصريح من إحدى الشركات العالمية بتصنيع هذا اللقاح أو هذا الدواء، نوع منه تصنيعه في مصر. نعم. وفي 14 شركة دواء مصري خدت تصريح إنها تصنع هذا الدواء. الدواء ده بيتاخد بالفم على هيئة أقراص، وده الحقيقة الميزة الكبيرة بتاعته إن هو بيقلل حدة المرض في الحالات البسيطة، وأهم من تقليل حدة المرض إنه بيقلل النسب المئوية لدخول الحالات المستشفيات،
ويقلل نسب الوفيات. لكن هم يعني رخص بترخيص مستعجل زي كل الأدوية أو اللقاحات الحديثة، هيئة الدواء المصري بتسجله وهيستخدم للحالات البسيطة اللي عندها ما يسمى كوموربيديتي، يعني مريض عنده فيروس كورونا ومعاه ضغط، أو عنده فيروس كورونا ومعاه سكر، فدي الحالات اللي بيجيب فيها نسب إيجابية. لكن عايز أقول لحضرتك حاجة مهمة بمناسبة هذا السؤال الهام. نعم. هذه الأدوية خلاص هتبقى موجودة، وهتبقى موجودة في مصر في نهاية هذا الشهر إن شاء الله، والشركات المصرية هتنتجه. إنما معلش حضرتك يا أستاذ، عاوز أقول لحضرتك تفضل. هذه الأدوية لا تغني أبدا عن الإجراءات الوقائية اللي ما زالت هو ده حائط الصد الرئيسي والأساسي في مقاومة هذا المرض. ثانيا لا تغني عن اللقاحات. نعم. فإحنا عندنا عشان نمنع المرض والوقاية تغني عن العلاج، لازم نعمل إجراءات احترازية، لازم نعمل نستخدم اللقاحات. ثم لم يعني لو حد أصيب واحتاج لهذا الأدوية سوف يعطى له، لكن ما زالت الأدوية اللي احنا بنستخدمها في الحالات البسيطة إلى المتوسطة الحقيقة ناجعة وبيجيب نتائج كويسة. نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذا التصريح الخاص للتلفزيون المصري الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية.